وقال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي في تصريحات لصحيفة The Guardian البريطانية إن البنك المركزي قد يتحرك بسرعة أكثر لخفض الفائدة إذا بقي التضخم تحت السيطرة، لكنه حذر من أن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط، الأمر الذي سيساهم مرة أخرى في ارتفاع التضخم. وأشار بيلي إلى الجهود المبذولة للحفاظ على استقرار أسواق النفط، منوها مع ذلك إلى أن هناك حد لهذه الجهود في حال تسارع التصعيد في الشرق الأوسط. هذا وتقف الفائدة الأساسية في بريطانيا حاليا عند 5% بعد أن كان قد خفضها بنك إنجلترا بربع في المئة في اجتماع أغسطس، وتسعر الأسواق خفضا آخر في نوفمبر بربع في المئة الآن بنسبة 90%.